طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. هذا بلد ترسو مخدرات، ترسو أذية، ترسو فوضى، ترسو زنا، ترسو ملاهي، ترسو خمر، ترسو حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماء. بطل من أبطال البصر ليدي، أنت طالبت بحقوق البصر، طالبت على مود مي مالح. قانوننا قانون، هذا من تيم الفلان جهة، لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاجيهم، والفقير يبوق لقنينة ينحكم 20 سنة. اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، اليوم عندنا اكثر من ملف في هذه الحلقه. نتحدث في البدايه حول موضوع مهم في العراق، وهو بيع العمله الصعبه، مزاد العمله الصعبه في العراق. طبعا معروف يوميه البنوك، بعض البنوك تعمل مزاد للعمله الصعبه الدولار، بيع هذه العمله لاشخاص معينين ولمكاتب صيرفه معينه في العراق، طبعا متنفذين ولهم علاقات مع سياسيين. تحدث حول هذا الموضوع، تحدث الوكيل الأقدم السابق عدنان الأسدي حول موضوع بيع العملة الصعبة. تحدث أنه عندما كان في وزارة الداخلية كان رجل واحد يراجع إلى وزارة الداخلية لأخذ الموافقات من أجل شراء العملة الصعبة. الحجة هو استيراد مواد إلى العراق وإلى الدولة. الأسدي يتحدث مثل ما راح نشوف بعد قليل، وهو يتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع. تحدث بأن هذا الرجل استطاع أن يهرب 100 مليار دولار، 100 مليار دولار خارج العراق خلال سنوات قليلة، بمعدل 150 مليون دولار في اليوم الواحد. 150 مليون دولار في اليوم الواحد يشتري هذا الرجل من البنوك العراقية عملة صعبة خلال المزاد، ومن ثم يقوم بإخراجه خارج العراق. تحدث كذلك الأسدي حول أنه الحجة هو شراء مواد إلى العراق، قال بعدين اكتشفنا أنه أغلب المنافسات أوراق، الأوراق اللي تثبت بأنه استورد من الخارج هي أوراق مزورة. تحدث الأسدي بأنه قيمة أحذية تصل إلى 30 مليون دولار، وثلاجات إلى 10 مليون دولار. تحدث بالتفصيل حول هذا الموضوع. نشوف المقطع اللي تحدث فيه عدنان الأسدي مع إحدى القنوات في لقاء متلفز في إحدى البرامج. نشوف المقطع ونرجع لكم. محصور كان على 10 بنوك تقريبا، وبدأ هو يعني بالتعاون مع وزارة الداخلية، والرجل اجى وزارة الداخلية يعني عشرات المرات وراحوا للجريمة الاقتصادية. الرقم اللي كان مثل 100 مليار دولار فرضا، هاي ميزانية الدولة يومية 150 مليون في 30 وفي 12 مال كذا سنة. يعني جمعت هاي ال 100 مليار اللي طالعة هسه، يمكن 100 مليار بالدقة يعني اللي طالعة، يعني بلس ماينس مليار يعني مشكلة اللي طالعة هاي الدولار اللي طالع من العراق 100 مليار. نعم. خلال سنة لو خلال ايش قد؟ خلال فترة ما ادري، خلال فترة معينة زمنية معينة، فترة زمنية معينة حصرناها بملفات، والملفات موجودة في وزارة الداخلية وترقص ويسهل موجود الان. نعم. وانا كنت يعني ويا بالعملية ومدير الجريمة الاقتصادية وضباط تحقيق، واللي طالع 100 مليار هاي يا سنة بالضبط استاذ عدنان؟ يمكن 12 13 13 12 او 13. نعم. 13 اللي 12 او 13 اللي داخل بضاعة، داخل بضاعة أقل المليار.
أوه. اللي داخل البضاعة يعني متسربة، يعني المئة اللي مليار كلها متسربة، 99 مليار دولار متسرب عملة. ليش؟ لأن المنافسات أغلبها مزور. يجي مثل من المنافسات اللي أنا شفتها، يجي مستورد 30 مليون تكرة من عالي بلاستيك مثلا، ها 30 مليون كذا، 10 ملايين ثلاجة، 10 منافس مزور. 30 مليون هش السامع نعال بلاستيك، معقولة؟ زين أنت من كنت في وزارة الداخلية سنة سنتين ثلاثة ما قدرتوا هذا تلزموا دي راجعكم وانتوا تعرفوا عز المعرفة، مليار من 100 مليار و99 مليار، ويقول أقل من مليار اللي 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 المشتريات ومزورة، كذلك الأوراق مزورة، يعني أوراق الاستيراد مزورة بأقل من مليار. 99 مليار تم تهريبها خارج العراق من شخص واحد بعلم وزارة الداخلية تعرف عز المعرفة وماخذ منهم موافقات وإلى آخره. يقول الحادثة بال 2012-2013 يعني صارت. زين وين هيئة النزاهة؟ وين الحكومة عن هذا الموضوع؟ 100 مليار يعني هذا عبر محمد الموسوي اللي تحدث عنه شير زباري قبل سنتين لما قال إنه هذا الصديق نور المالكي وطلع من العراق 6 مليار و400 مليون دولار في تحويلة واحدة. هذا مطلع 100 مليار ميزانية العراق لسنة كاملة. هذه ميزانية دول وليس دولة. هناك دول عربية ما عندها ميزانية تصل إلى 12 أو 15 مليار، هذا مطلع 100 مليار. يعني والله شيء يعني وقف العقل. معقولة نعل ب30 مليون، معقولة ثلاجات ب10 مليون، يعني هذا لا شيء بالنسبة إلى 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 100 مليار. 100 مليار تبني العراق من زاخو إلى الفاو، ويتحدثون الجماعة عن لجان تحقيقية، وحيدر العبادي رئيس الحكومة السابق الضرب بيد من حديد. يعني البلد منهوب مفتوح لكل حرامي ولكل سارق. زين هي وزارة الداخلية هو يتحدث، هي هذه المعضلة والمشكلة. كل السياسيين يطلع يوميا هاي مقاطع الفيديو، يوميا هذه اللقاءات يتحدثون عن موضوع الفساد، وكأنهم يعني هم لجنة تحقيقية جاية من اليو ان، يعني كأنهم هم مثلا من أوروبا أو من أمريكا أو من دول أخرى جايين يحققون في العراق واكتشفوا هذا الفساد. لما تجي مثل عدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية كان ولم يفعل شيء، وكذلك المسؤولين من أعلى قمة الهرم إلى أصغر واحد، لم نسمع ولم نشاهد ولا يوم إنه قامت وزارة الداخلية أو الجهات المختصة أو الحكومة بإلقاء القبض بإرجاع الأموال المسروقة. هذا من بيع العملة الصعبة، يعني هو يروح يشتري عملة يشتريها ويهربها يطلعها خارج العراق. 100 مليار دولار هذا اللي صاير بالعراق. طبعا هناك موضوع آخر، موضوع بيع العملة اللي دي يصير، هناك حديث عن أنه كيف يتم يعني موضوع المكاتب السياحية. المكاتب السياحية كذلك تلعب دور في هذا المجال. كيف تلعب دور؟ لكل مسافر إلى حق يحمل معه 5000 دولار، فيستغرب العراقي، نستغرب نقول معقولة أنه يسافر إلى بلد مع الطيارة مع الفندق 5 نجوم لمدة أسبوع كامل 400 دولار، 450 دولار، هي وبس التذكرة 400-450 دولار، معها فندق ومعها وجبات ومعها كذلك وكذلك معها رحلات. طلعت أنه شنو القضية؟ القضية يتفق أبو مكتب السياحة مع أحدى الصرافات أو مع أحدى البنوك، يطلع له مثلا بالرحلة فد 100 مسافر، كل مسافر يسجل باسمه 5000 دولار، اضربها شقد تطلع؟ 300 ألف دولار، 200 ألف دولار، بعدين يشيلها إذا 100 مسافر 500 ألف دولار، نص مليون دولار، يحطها هو بالجنطة يطلع من المطار. طبعا أهل المطار هم يطيهم حصة، يعبر بها إلى 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 إحدى الدول اللي سافروا لها،
يدخل بهاي الدولة يروح يحطها في أحد البنوك، أبو المكتب يأخذ حصة وأبو الصيرفة هو ماله، شوف إيش قد يصفاله 300,000 دولار 400,000 دولار، وأبو البنك كذلك متفق معهم. يعني من أصغر موظف في الدولة من المصرف، المصرف والمزاد العملة، مكتب السياحة في المطار خارج العراق، كلها متفقين على موضوع تهريب العملة خارج العراق. أم أحمد من السليمانية، تفضل يا أم أحمد. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. يعني احنا هسه بهذا وقت هسه هذا الحاضر ترى النزيه ما يعيش. انا اقول لك ياها يا ما شفنا موظفين نزيهين طلعوا باسبار صحيه من الدوله وسووا لجان وطلعوا فلوس بحيث يطلعون لان ما قدروا يعيشون، اما يبوقون واما يسوون عليهم تهمه ويحبسوهم. هذا اللي صار وامام عيوننا. عندك بوزاره الصناعه مهندس ما يتجاوز الخدمة مالته 17 سنة. نعم. على شيء كلش قليل، يعني مساحة ما تتجاوز المليونين، أقل المليونين بس يجيبوا لها سمنت ويبنوها هيك ساحة تفوا عليها. نعم. 15 مليون. تخطب المهندس راح على المديرة قال لها هذا ما يتجاوز المليون، يعني حتى ويا ياخذوا كم سمنت. قالت لا ما يصير هسه. أنا قالها قومي وياي شوفي. قالت لا عشان عندي شغل الباكر. إجابة إجت ثاني يوم قال لي الأستاذة قومي شوفي. قلت لها لا عوفنا هسه عوفها هسه عبد الله ما أريد أذكر اسمه عوفها أبو صباح عليها. بعدين انكتبت على 15 مليون. يعني لو تصير أنت ما لو العفو يعني الشخص الشريف لو يصير حرامي لو يجيبوه بتحلكه سوى قدم قال أنا ما أقدر أعيش لأن أنا الله شو أقول له هذا أموال عام. قوم سوي لجنة طبية والطفل في اللجنة الطبية واطلع بأسوار صحية واطلع خارج العراق. الثاني هسه الثاني بالكهرباء مال مصر بيجي نفس الحالة يجيبون مخصصات هسه نفس الحالة اللي شفتها أنا طبعا بعيني نفس الحالة يجيبون مخصصات يقولوا له احنا نريد نشتري على المشتريات هذا نشتريها. لما يخابر على مستمانية يقول له الغيار مالت الكهرباء ب3 دولارات. يقول له لا اريد احسن اني اريد احسن من هذا الشيء. يقول له اي انت راح هي ب3 بس انا اكتب لك اياها ب5. قال له شو تكتب لي اياها ب5؟ انا اعطيت كميه زينه. ابو المخ المدير ماله شو يقول له؟ يقول له دخل اخذ عمار اخذ لان احنا مخصصين لك 7. قال له شو مخصصين لي 7؟ انا اريد عيار زين، اريد حاجه زينه للمصفى ما اريد هيجي هذا الصيني ولا شيء، اريد حاجه زينه. يقول لي إيه انت اخذها وانا اكتب لك بوصل، انت انا اعطيك اياها بكام اكتب لك وصل ب7. ابو المخزن ياخذ منه زين، قال له انت 3 وانا 3. شوف هنا انا وصلت وما اشترى. قال لهم انا لا. قال له زين وشلون تكتب لي؟ قال له انا اسوي لك الوصل. قال له زين ليش تسوي الوصل؟ والله شو اقول له؟ ما انا عندي طفل. انا الله زين انا ما ابوك منكم بس والله شو راح اقول له؟ يقول احسنت حلو رحت. عندك مستشفى البلد نفس الحاله الجهاز مو عاطل كل شيء ما بيه الجهاز يشتغل كل شيء ما بيه. هم اكو مهندس على المشتريات انتم يعمل الاجهزه كل شيء ما بيها شغاله ليش تعوفوها؟ قال لها وهم سووا لها كتابه سكت هسه قدمت حق الماجستير قالت اريد اخلص واطلع من المستشفى. نعم انا اشكرك ام احمد من السليماني. طبعا مسلسل الفساد في العراق ما ينتهي. اليوم اكو حلقه جديده لموضوع غرق 7 مليار دينار عراقي في مصرف الرافدين عام 2013، وشفنا الاسبوع الماضي لما طلع علينا علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي وتحدث عن غرق 7 مليار دينار بسبب الأمطار كما قال وادعى. اليوم النائبة ماجدة التميمي تتحدث عن رواية أخرى كيف تم أو كيف تمت هذه العملية، عملية غرق 7 مليار إلى جانب 200,000 دولار لم يتحدث عنها علي العلاق. خلونا نسمع للنائبة ماجدة التميمي ماذا تحدثت عن موضوع غرق 7 مليار إلى جانب 200,000 دولار. نشوف المقطع ونرجع لكم.
ديوان الرقابة المالية تبين انه الغرقة يعني غرقة الفلوس مو بسبب المطرة ولا تخسف الشارع، وانما بسبب فتحات في كيبل مال اتصالات ما معالج بشكل جيد، فكاتبين هي كانت السبب، اي ثقوب في الجدار، في الجدار الغرفة الحصينة، هنا هي المشكلة. يعني معناته اذا صارت مطرة اخرى احنا ما ماخذين الغرفة الحصينة مو بالمواصفات المطلوبة عالميا، مرة ثانية ما تصير غرقة همنا راح الفلوس تغرق. هسه لو بيت صريفة يخلون فلوسه مبقوطية نيدو همنا الفلوس تسلم ما راح تغرق. القصة وما بيها انه 7,800,000,000 دينار هي اللي تلفت. احنا نفكر مو بس كلفة الطباعة سيادة المحافظ، احنا نفكر بسمعة الدولة، يعني بنوقنا بالخارج ينظرون انه احنا بغرقة والجدار به ثقب، يعني هاي شوية تؤذي سمعة البلد. مو بس هذا المبلغ، اكو بعد 200,000 دولار و200 كانت موجودة ايضا، يعني لا غرفة حصينة ولا شيء، حاطيها الجماعة اذا هم طبعا على ادعائهم، على ادعائهم انه غرقت، حاطيها بمكان بفتحات ماره منه كيبلات يعرفوها كل الزين. 7,800,000 اعتقد انه 800,000 وليس 800 دينار، يعني يبدو انه خطأت بالرقم النائبه ماجد التميمي، و 200,000 دولار. وخوش قالت، يعني قالت انه اذا بيت صريفه قاعدين بصريفه هم يخلون فلوسهم بقوطيه، قوطيه نيدو نعرفها، هاي نيدو قديم هذا الحليب قبل بالتسعينيات الثمانينات، هم يخلوها بقوطية نيدو ويحافظون عليها. شلون بنك رئيسي حكومي ما يحافظ على هذه الكمية الهائلة من الأموال؟ أبو عماد من بغداد، تفضل أبو عماد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. عيوني سعد عمر، شلون صحة؟ الله يسلمك ويخليك، أهلا بيك. إذا التلفزيون عندك عالي نصينا يا الله يخليك. عيوني أستاذ عمر، بالنسبة للعراق أنا سبق وأن حكيت لك قبل، نعم، قلت لك ترى العراق مباع أستاذ عمر، العراق المبيوع مع الأسف، يعني من المعقول، من المعقول مصرف رافدين، مصرف جمع عمال هائلة، يعني في 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 غرفة عادية أو على الأرض أو على التراب، يعني معقول من المعقول؟ ما معقول يعني لا. أي الخزن وين؟ الخزن هو هذا يقول أرقى مواقع الخزن هي المصارف، زين شلون تغرق بالمطر؟ وين المطر اللي طب المصرف؟ شنو كان المطر، يعني شنو كان مستوى المطر بذاك اليوم ويطب الجو للخزنة ويغرق فلوس وتخيس، والناس طلعت أمثال عديدة بالتلفزيون، هذا اللي ذبب الماء يومين، هذا اللي خلى بالتنور بالخبز وما احترق، هذا اللي يعني في لحظة مليارات الدنانير تروح. تقول لك عمي احنا مبيوعين، الله يخليك استاذ عمر، والله مبيوعين، نعم والله العظيم، كل هاي أمور مفبركة ومدروسة وما بيها يعني. نعم، قطع الاتصال مع أبو عماد من بغداد. النائب الدراجي تحدث في أحد اللقاءات التلفزيونية حول موضوع السلطة التشريعية، الرجل قال بصراحة، قال البرلمان واللي موجودين في الحكومة مجموعة من السياسيين ومن القتلة، وقال اللي يتحكم في البرلمان فقط 9 أشخاص، 9 أشخاص فقط في البرلمان هم من يتحكمون بهذا البرلمان، وقال 320 نائب فقط يرفعون ايدهم وينزلون ايدهم حسب رغبات التسع نواب. خلونا نشوف المقطع للنائب الدراجي ونرجع لكم. مثل اللي يخرمش بروحه، صار رجل الدوله. شو تغير هذا الطبع؟ تريد احكي لك بصراحه؟ هي انت تقول المؤسسه التشريعيه وبرلمان، انت ما مصدق 328 برنامج، برنامج 9 شو 10 شو هسه؟ تريد تخذني اسمي، تريدني خلي اوصل لاهلي؟ اسمي شلون؟ مو لازم اوصل لاهلي. ليش ما توصل لاهلي؟ ها؟ ليش ما توصل لاهلي؟ الان اكو صارت سياسي لو قتل عدنا مخلوطه،
شغله مخلوطه. فهذه عشر شخصيات هي تدير البلد، الباقيين ترى كلهم ارفع ايدك نزل ايدك، هذول يتفقون يمشي شيء بالبرلمان. اذا تريد حلول احنا بس نشخص الحل الوحيد، عندك حل واحد شنو هو؟ تغيير الدستور. تغيير الدستور اذا الدوره القادمه معالجه الفساد تتطلب تغيير الدستور. نعم تدري شلون؟ بتغيير النظام السياسي. الفساد مرتبط بطبيعه النظام السياسي اللي كتبوه الامريكان. الفساد بمجلس النواب نقطة مهمة، قال يجب تغيير الدستور وتغيير النظام السياسي اللي جلب الأمريكان وكم واحد معه. هذه نقطة مهمة، تغيير الدستور وتغيير النظام السياسي، بسبب أنه هذا النظام نشوف شو شنو اللي سواه في العراق خلال 15 سنة من المحاصصة. حتى الدستور، هو الدستور اللي رسخ هذه المحاصصة، رسخ الطائفية، رسخ الحزبية في العراق. معنا اتصال ابو علي من البصره، تفضل ابو علي. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بك. الو استاذ عمر الله يسعدك. حياك الله يا اهلا بك، اسمعك، اهلا وسهلا بك. احييك وحيا القناه الشريفه. حياك الله، اهلا وسهلا بك. استاذ عمر اذا نقول لك على حال، انا موظف وعندي وائر. نعم. اكو شغل نشتغلات وعندي سوائر، صلوا. نعم نعم ابو علي، ابو علي تسمعني؟ انقطع الاتصال مع ابو علي من البصرة. خلونا نشوف ابو مازن البارحة ايش حكى على البرلمان وعلى الحكومة، وهو ينفي انه يعني تلقى اموال في البرلمان. خلونا نشوف ايش حكى طبعا على لسانه يتحدث أبو مازن الجبوري، أحمد الجبوري. خلينا نسمع نشوف المقطع ونرجع لكم. جيت والله أبو مازن أخذ 30 وأنطري وطيني 30، عيب عليه بظل بالعراق. سبع دورات ما رشح، أروح أرشن على الكاولية أحسن من العملية السياسية الطايحة. حظها اللي كلها كذب وتسقيط وكره، دمرنا البلد عمي بهاي الافتراء. يعني ما اريد اتلفظ اللفظ اللي قال اروح لهذا المكان، بس قال العمليه السياسيه تعبانه. زين اذا العمليه السياسيه تعبانه تعجزوا بحين نفسكم عليها، لان بها فلوس بها اموال، وانتم تعرفون عز المعرفه انه عمليه فاسده وعمليه دمرت البلد، بس يدافعون عنها ويكابرون لان بها مردود مادي كبير جدا ما موجوده بكل دول العالم. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، نتحدث في الجزء الثاني في هذه الحلقة حول موضوع العقارات التي تم أو يتم الاستيلاء عليها من قبل شخصيات متنفذة في العراق. يعني رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي تحدث عن استيلاء الميليشيات والأجهزة الأمنية على أراضي الدولة وعقارات للمواطنين في الموصل. الزاملي تحدث في لقاء متلفز قال فيه بأن الميليشيات في الموصل تكرر ما جرى في العاصمة بغداد من استيلاء على عقارات الدولة والمسيحيين والمهجرين. نسمع حاكم الزاملي، نرجع لكم. اليوم هسه بدي بالموصل جاي يصير توزيع الأراضي، شلون كانت بغداد السيطرة على الأراضي وبدت هاي العصابات والميليشيات توزيع أراضي، من اللي يسويها؟ احنا صراحة كل مشترك، هواي مشتركة بيها، سواء أجهزة أمنية، فصائل،
ميليشيات من شلون ترجع والله اشرح لنا هسه اقول لك انت عندك تتذكر الاراضي ببغداد ما ظلت عندنا حتى حديقه ما ظلت ماكو كلها يجي هذا وجاب له سند وقال هذا الورث مال الخلفوه قال هذا الورث انا مشتري طبعا تزوير من خلال العقاري وتعرف العقاري ما شاء الله يعني مضبوطين يعني املاك المسيحيين باعوها املاك المهجرين باعوها نعم كلام واضح يعني العقار في العراق يتم بيعه بالتزوير والاستيلاء على 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 المسيحيين على المهجرين تحدث عن عن يعني الاستيلاء على العقارات في الموصل وعقارات تابعة للمواطنين وعقارات تابعة للدولة في هذا السياق كذلك تحدث عضو اللجنة المالية النيابية وهو عبد الهادي السعداوي قال بأن مسؤولين استحوذوا على العقارات الكبرى المملوكة للدولة التي تقع خارج المنطقة الخضراء أكد بأن العقارات الموجودة خارج المنطقة الخضراء تحوم حولها الشبهات وقد استحوذ عليها مسؤولون كبار في الدولة بأثمان زهيدة أوضح بأن العراق يملك دائرتين دائرة مختصة طبعاً دائرتين تابعة للعقارات وحدة مختصة بعقارات الدولة داخل المنطقة الخضراء وتتحكم بالعقارات اللي موجودة داخلها وهي مرتبطة بمكتب رئيس الحكومة حصرا يعني إذا مو موافقة منك ما يتم بيع العقار أو تمليك العقار الثانية عقارات الدولة العامة ترتبط بوزارة المالية وتتحكم بالعقارات الموجودة خارج المنطقة الخضراء يعني كل عقار تم الاستيلاء عليه وتحويله من مالك الأصلي إلى مسؤول إلى سياسي إلى متنفذ إلى ميليشياوي فهو بعلم الدولة طبعا كذلك وثائق مراسلات جرت بين وزير التجارة في النظام السابق محمد مهدي صالح معروف هذا الرجل رجل كفو ووزير الخارجية السابق في الحكومة بعد العام 2003 وهو هوشير زيباري اللي يعني تولى منصب وزارة الخارجية 8 سنوات هذه المراسلات تتحدث حول استيلاء هوشير زيباري على قطعة أرض كان يملكها محمد مهدي صالح قبل وضع الحجز عليه الوثائق تتحدث بأن محمد مهدي طالب هوشير زيباري باستعادة هذه القطعة المملوكة إلى في مدينة الكاظمية في العاصمة بغداد جاء رد هوشير زيباري بأن قطعة الأرض عائدة لوزارة المالية و يعني راحت إلى هوشير زيباري أو إلى جماعته معنا اتصال أم محمد من السليمانية تفضل يا أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك سلام لحضرتك والقناة الرافدين وكادرها أهلا وسهلا بك أستاذ أستاذ عمر أنت يعني على البواب مال فلوس العراق نعم كل هذا تبوك هر مسؤولين اكو هسه ببغداد شيء ما الى حدود سياره هي وتمشي مريه يجروها يحطوها بالسياره ياخذون فديه عليها يلا يفكوها رجال ياخذوه ابو سياره يكروه يلزمون السياره مالته ياخذوه بمدينه الصدر شو وين وينزلوه ياخذون السياره مالته ياخذوه كروه قتل فديه كل شيء اكو بهذا العراق صار حاليا هسه بغداد اذا اسوء يعني محافظه بالعراق هي بغداد العاصمة. نعم. زين إيش ده تقول هاي المسؤولين ليش هم ما يشوفون الفضائيات من الصبح من الساعة 8 للوحدة بالظهر كلها تفتر ببغداد وده يطلعون واقع الناس الواقع العراقي يعني يشوفون الواقع شنو؟ نعم. ليش هم ما يشوفون المسؤولين أستاذ عمر هم ما يشوفون الفقر بالعراق ما يشوفون المجاعة ما يشوفون القتيل. أستاذ عمر الفلوس كلها راحت الأمريكا وتروح الإيران ومتقاسميها النواب والبرلمانيين أقول العفو والرئاسة الجمهورية البارحة صار رئيس جمهورية صار كل الدول هو وعائلته نعم ومش منطي للشعب أستاذ عمر شنو المنطي هي نعم ماكو شيء صار احنا ولدنا شهداء احنا ولدنا شهداء بقت صدام حسين سواهم متوفين ينطونا 600 كل شهرين ليش لعد قبل مو شهداء هسه شهداء والله قاتلوا إيران هذول مو شهداء شن هاي التفرقة مالتهم لا لعد مو هسه هم شهداء هسه هم قاتلوا الشعب وصاروا شهداء قبل هم
هم قبل شهداء قاتلوا العدو، قاتلوا دولة مجاورة عدو للعراق، هم الشهداء الأصلاء. هسه سواهم متوفين أستاذ عمر؟ نعم. أنا من الناس ابني شهيد سواه متوفي. نعم. زين؟ سوانا بال2006 كنا متوفين ولدنا. نعم. وهم هسه الباق للنواب، ليش يطلعن يبكين؟ الزلم من النسوان تبكي. نعم. أستاذ عمر، والله العظيم قسما عظما ذاك اليوم اسم الله عليك، عندي بنية شوية مريضة يعني. لا. الله يشافيها. حالتها شوي تعبانة. نعم. الله يسلمك. حاتي الشيخ ودا أقول له والله العظيم أم منطقتنا بالعظمية، قال أم محمد أنا 16 نائبي يرد يتردد علي. قلت له شنو؟ قال 16 يعني نائب يروح يسهر أستاذ مصطفى. نعم. يعني نائب يروح يسهر يظل بالبرلمان، يعني هاي لعد وين احنا صرنا يا استاذ مصطفى؟ نعم وين صرنا احنا؟ الله يعينكم، الله يعينكم ويفرج عن جميع العراقيين. انا اشكرك ام محمد من السليمانيه كانت معنا. معنا اتصال ابو احمد من استراليا. تفضل ابو احمد. ابو احمد احنا تحدثنا مواضيع عده، يعني بيع العمله، رجل واحد تحدث عنه عدنان الاسدي مطلع 100 مليار دولار خارج العراق خلال سنوات قليلة. تحدثنا عن ما جاء به أبو مازن، قال لك إحنا لو نروح لغير مكان أشرفنا من هاي العملية السياسية. النائب الدراجي قال بأنه يجب إلغاء الدستور، تغيير الدستور، ويجب تغيير العملية السياسية. ماجد تميمي تحدثت عن موضوع آخر حول غرق 7 مليار دولار. وكذلك نتحدث الآن عن الاستيلاء على عقارات الدولة والمواطنين. تفضل. نعم أخي، أنا أريد أشوف من المسؤول الشريف بالعراق، يعني يا اللي تلزمه تلقاه حرامي. فأنا عندي مقترح. نعم. ليش ما نسميها بما أنه يعني هسه نسبة الحرامية للمسؤولين 100%، فنسميها الجمهورية الحرامية العراقية. نعم. إيش رأيك؟ ها؟ نعم. هاي واحدة. يعني لما أنا أشوف مثل يطلع على رأس الهرم من كرئيس وزراء المالكي، شايفه من يطلع ويمجد يقول ماكو فساد وكل إعلام وكذا، أنا قدامي صارت مرة بالقنصلية. نعم. القنصلية العراقية بأستراليا. نعم. وربك. أنا قاعد وإجا ابن أخو المالك اللي يعني كل ولد أخوه هنا عايش لي. نعم. إجا للقنصلية قال لهم سووا لي وكالة خاصة. شنو الوكالة الخاصة؟ نعم. شنو بيها؟ قال لهم إن فلان ابن فلان المالكي وكلت أخي علي المالكي اللي هو عشان عضو برلمان. قال وكلت أخي علي المالكي باستلام حق بيتي في بغداد الوزيرية. أنا رحت، أنا استغربت، قلت طويريج جاي على الوزيرية. رحت رأسا اتصلت على صديقي من بغداد هنا باستراليا، قلت له تعال أخي هاي شاء الله صارت لهم قدامي، قال لي لك هاي بيوت الوزيرية بيوت مال جامعة البكر وزعوها بيناتهم. زين مشعال الجبوري لما يطلع يقول لك كل احنا حرامية. نعم. كل احنا حرامية. زين اكو احد اكو قضاء؟ انا عندي صديقي قاضي وربك قال مره جبنا مسؤول حاسبنا اجالي توبيخ من رئاسه الاستئناف التمييز. العراق لا يتطلب هاي المرحله ان يحاكم مسؤول. انا اقول لك انا مسؤول على كلامي. وهذول محميين من الدول، محمي حتى من الامريكان، الله يلعن الامريكان اللي جابوهم وسلطوهم على رقاب الشعب، والشعب يستاهلهم. ليش يستاهل؟ اي موظف هسه بالحكومه يحس انه هاي الحكومه اذا راحت راتبه ينقطع. والله العظيم انا مره واحد من هنا باستراليا يستلم مال السجناء والسياسيين ومال الشهداء هذول المعدومين زي ما صدام، والله مره اجاني قال لي صدق المالكي راح يروح من الحكومه؟ قلت له اذا راح؟ قال لا هاي المؤسسات تروح مال الشهداء. قلت له جاوب المالكي مسويها؟ قال شا اذا هالشكل لا خلي صدام حسين يرجع، اهم شيء نقبض. نعم. يا اخي شعب تعبان، شعب ما عنده مبدا، شعب يستاهل يركض ويطبل. فلذلك العراق برمته انباع. وربك هو مو يقول هذا ابو مازن اروح لهاي الكاوليه، خلينا نحكي بصريح العباره،
وربك نعم. شايف هاي الكاملية من اللي شكل هذا الخيط على خطرها أشرف من كل معمم اللي بالحطوم أشرف هاي هذا الخيط أشرف من أعمامة كل معمم سياسي كلهم سفلة عمار الحكيم أكو واحد قال له تعال انت شنو ولك 100 دولار كان حسر عليك في إيران نعم استلمت الكرادة برمتها يا أخي تدري كل حزب عنده ميناء بالقصر عنده رصيد رصيد خاص يقول لك سرقات لا يعني لا تحصى شيء عجيب العراق انتهى أمريكا موافقة هذا الشيء يقول لك طبهم مرض خلهم فالوضع مزري وماكو نتيجة ماكو نتيجة الشعب العراقي بائس أن يغير والله إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أشكرك أبو أحمد. أبو أحمد من أستراليا كان معنا. معنا اتصال أبو محمد من تركيا. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. والله أنا استمعت اللي سبقوني بالكلام وما أبقى لشيء ولكن أقول لك شيء أستاذ عمر. نعم. هي العملية السياسية بعد الاحتلال يعني هي المراد للعراق هكذا. نعم. وأين أين المجتمع الدولي من الذي يحصل في العراق أو في اليمن أو في سوريا؟ أو في مختلف دول العالم العراق هذا البلد اللي كان يعني شعلة في المنطقة الآن يعني حتى الدول المنسية في أفريقيا أو في الحافات المياه الآن العراق أكثر سوءا منها هذه العملية مقصودة والاحتلال هو القصدها والاحتلال بنوعيه الأمريكي والفارسي هو تدمير العراق لأن العراق شعلة المنطقة وهو الذي كان محور سياسة في المنطقة وكان له شأن كبير وما كان بالعكس يعني كان يد ممدودة للخير لكل الناس في مختلف الاتجاهات أخي الكريم حتى الحرب العراقية الإيرانية هي كانت دفاع عن الأمة وعن كل خير في العالم هذه الشرذمة اللي جت في إيران في وقتها وأرادت أن تحتل العراق هي أرادت أن تعمل هذا وعملت وبمساعدة الأمريكان هذه العملية إراد لها نضوج فكري لدى المجتمع العراقي كله أخي الكريم دون عصيان مدني عام لن نحقق شيء هؤلاء باقين على سدة الحكم وكل يومين ثلاث انتخابات والمهزلة نعم. إذا تذكر البارحة أول البارحة طلع هذا القس الرجل القس مسيحي دي يقول أنه الممتلكات المسيحية تفرهد للميليشيات وللناس اللي يقول ضعنا ما نعرف مين ناخذ الكلام وين نودي نعم. فالناس الآن لا أمن على نفسها لا أمن على ممتلكاتها لا أمن والله ذاك اليوم شفت أختها هنا في تركيا نعم. قالت والله يا شيخ يعني أنا في شعب قالت والله ما أمن على أن أطلع أشتم الهواء نعم. تقول لي يعني مجرد يجي بين أولاد أطفال اثنين صغار يريدون فصول شوف المجتمع وين تدهور نعم. دهورت حالته الأخلاقية والقيمية نعم. هذا ما ورثنا هاي غياب القانون وغياب الدولة هاي طبعا يفتح المجال أي قانون أي دولة أستاذ نعم. عمر هي لو قانون لدولة هؤلاء الناس هؤلاء اللي موجودين على سدة الحكم هؤلاء يحاسبون حساب والله يعني يستثنون من عروقهم زين أبو أبو محمد يعني نعم. حاكم الزامل تحدث قال ميليشيات وأشخاص متنفذين يستولون على عقارات الدولة وعقارات المواطنين في الموصل في بغداد في أماكن أخرى يعني ذولا أغلبهم تلقى لو معمم لو ملتحي ويقول لك إحنا جايين حتى نقيم دولة العدل الإلهي كما يقول قيس الخزعلي يعني عليه من يضحكون يعني عليه من يضحكون والله يضحكون على أنفسهم يعني وينهم من وينهم من عذاب الله يعني ما معقوله يعني حتى اذا كان ملحد اذا كان لا يؤمن باي ديانه لا يؤمن بالحساب لا يؤمن بالاخره لا يؤمن بالعقاب في الدنيا هم يسوي هيك اخي الكريم هسه هاي الناس اللي في اليابان في جنوب شرق اسيا هذول الناس بوذيه ما عندهم اي مبدا مو تمام بالديني يعني معتزين دياناتهم وبعدين هم يبنون بلدانهم بناء نموذجي ومهيئ لكل خدمة إنسانية لكن الآن هؤلاء المعممين يعني راح حتى العالم أخي بدأ الآن يستقذرهم نعم. العالم في مختلف بلدان العالم
من دي يشوفون السوء اللي دي يحدث في العراق. نعم. ما يعني والله يعني أقولنا ما بقى تستوعب تصرفات هاي الناس. أي عدل إلهي؟ هذا العدل الإلهي هو قتل النفس أو انتهاك المحارم أو سرقة أموال الناس؟ هاي ثلاثة أساسيات بتحقيق العدالة في الأرض. نعم. أي منها هم حقيقية؟ الناس حتى أخي بالميليشيات من هاي الميليشيا لها ميليشيا ما يأمن على نفسه. نعم. وين رايح الناس هاي؟ وين رايحة؟ هاي يعني نسأل الله أن يصلح الحال. وقلت لك والله دون عصيان مدني عام لشعب العراق ابدا يعني العمليه السياسيه ستكون من السيء الى أسوأ. نعم. انا اشكرك ابو محمد من تركيا، كان معنا كذلك من تركيا ابو ناصر. تفضل ابو ناصر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. اهلا بك استاذ عمر. يعني هو عدنان الاسدي لو ما مشترك ويا هذا الشخص وماخذ حصه مقدما، يقدر هذا الشخص يسحب هذا المبلغ الضخم اللي يعادل ميزانيه 5 أو 6 دول؟ وبعدين هم منو اللي مستفادين من العملة الأجنبية غير المسؤولين وأبنائهم وقادة الأحزاب اللا إسلامية؟ ومن 2012 و2013 وإلى هسه وين هذا الشخص؟ ليش ساكتين عنه؟ وبعدين نسأل عن اللي ملك المالكي وعمار وأياد والنجيفي اللي واحدهم يملك أكثر من 50 مليار دولار، منين جابوا كل هاي الأموال وشلون حصلوا عليها؟ يعني أستاذ عمر الكل يعرف بأن خزينة العراق منهوبة من قبل مجموعة مجرمة همهم الوحيد هو الحصول على المال بأي طريقة، وما جايين هم بالأساس لأجل العراق وشعب العراق. يعني تصور 30 مليار لاستيراد نعل أجلكم الله. نعم. حتى الإنسان الغشيم ما يقتنع بهذا الكلام. هذا المبلغ الضخم إذا يوظفوه لإعمار المدن وإنشاء مستشفيات. نعم. أو بناء مطار أو تبليغ شوارع أو فتح معامل ومصانع، مو كان يستفاد منه الشعب أحسن من استفادة من النعل أجلكم الله؟ نعم. وبالنسبة للسبع 7 مليار دينار أستاذ عمر اللي يدعي العلاق بأنه غرقت وانتلفت بسبب الأمطار، بس نسأل. نعم. وين وصل التحقيق بيها ومنه راح يتحمل المسؤولية؟ لو بيت العلاق خط أحمر حالهم حال المرجعية والمعممين والبرلمانيين. أستاذ عمر أقسم بالله العظيم عندي أحد أولادي نزع بنطلونه وذب مباشرة بالغسالة، وبعدها اجت زوجته وذبت ملابس فوقها وشغلت الغسالة وظلت تشتغل أكثر من نص ساعة وبيها التايد طبعا. نعم. وأني شخصيا اكتشفت بأن البنطلون ما له بفلوس، والله من طلعتهن ولا ورقة لقيتها تلفانة. نعم. أكثر من نص ساعة الغسالة تشتغل وتلف بالملابس وتايد بيها وطلعت ما بيها شيء. لا البينته على من ادعى، يعني وين هن يلا هو المفروض بال 2013 إذا أكو صحيح يعني صدق في الموضوع بال 2013 من غرق الفلوس يابا يا وسائل الاعلام تعالوا شوفوهن ذن تلفن. اي وينها؟ بس غير نفتهم احنا غير مثلا يطلعوا لنا اياها نشوفها. يعني كافي ضحك على عقول الناس، كافي نهب وسرقه. والبرلمان اللي هو اعلى سلطه تشريعيه بالبلد كلهم سراق، الله وكيلك كلهم سراق وفاسدين ومجرمين. نعم. ولا مهتمين للشعب. وشفنا شلون. نعم. محمد الحلبوسي خصص 3 ملايين دينار. نعم. لكل نائب بدل إيجار، ويطلع واحد من النواب وبكل صلاسة يقول هي شنو الثلاث ملايين؟ نعم. أصلا هي ما تكفي لوجبة غدا. نعم. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا كان معنا. رسالة والساب يقول أخي عمر أريد أحلف الأسدي بالحسين المظلوم وبعلي بن أبي طالب، إش قد حصته هو والمالكي وحزب الدعوة من هذا المبلغ؟ رسالة أخرى يقول فيها إيران تقود مخطط كبير لتدمير الاقتصاد العراقي وجميع عمليات تهريب الأموال بإشرافها وتنفيذها من عملائها في الداخل، وأحدهم هو عدنان الأسدي. جميع النواب في مجلس النواب والسياسيين هم عبارة عن ممثلين على خشبة المسرح الإيراني. رسالة أخرى يقول فيها يقول ما الغرقت الفلوس هاي كذبة واضحة، يقول إحنا عدنا حلال ونخزن تبن، هم نسوي مخزن ونحافظ على التبن من المطر أبو دليم من الأنبار. نعم. هاي رسالة أخرى يقول فيها أبو مازن اشترى مدير الصحة لابن عمه بمليار وباق 4 مليارات، يقول هاي وحدة من بوغاتا. معنا اتصال أبو خطاب أو خطاب من الرمادي. تفضل خطاب. خطاب تسمعني؟ تسمعني خطاب؟ السلام عليكم.
نعم تفضل. تفضل خطاب. يبدو أن هناك مشكلة مع خطاب من الرمادي. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم، يقول أخي المحترم الموضوع واضح، هذا الشخص كان يدفع رشاوي لكل هؤلاء المسؤولين حتى يسرق كل هذه المليارات، وهذا الشخص أكيد له ارتباط بدولة خارجية مستفيدة. ويضيف تحياتي إلى أخي من أستراليا الصحيح، ولذلك لم يبقى إلا الدواء الأخير وهو الكي، وعلى الشعب العراقي أن يتحمل المسؤولية ويتخلص من الفساد ومن المفسدين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا عدة ملفات، ملف بيع العملة الصعبة وتهريبها خارج العراق، حلقة أخرى جديدة حول غرق 7 مليار ضافت لها ماجد التميمي 200 ألف دولار، وكان السبب هو بسبب فتحات لكيبلات والأموال لم تكن موضوعة داخل الخزنة الحصينة كما يسموها. كذلك الدراجي تحدث بأنه يجب تغيير الدستور ويجب تغيير العملية السياسية. حاكم الزاملي في الجزء الثاني من هذه الحلقة تحدث حول استيلاء الميليشيات والأجهزة الأمنية وبعض الأجهزة الأمنية على عقارات تابعة للدولة وعقارات تابعة للمواطنين والمسيحيين والمهجرين في الموصل وغير الموصل. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.